السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج شاهد على الثورة، حيث نواصل الاستماع إلى شهادة المحامي عبد الناصر عويني حول أحداث الثورة التونسية وما حدث في العاصمة تونس. عبد الناصر، الآن احنا دخلنا على يوم 5 يناير، أنتم كمحامين عدد كبير منكم كان يواصل التظاهر والإضرابات بشكل يومي من يوم 28. الأحداث اشتعلت في تالا والقصرين، والمحامين كانوا على رأس المسيرة التي خرجت، لاسيما مسيرة القصرين كانت مسيرة كبيرة. من 8 ل 12 هذه المنطقة حدث فيها قتل أكثر من 30 شخص تقريبا، والمصادمات كانت مرتفعة للغاية. أنتم هنا ماذا فعلتم كنوع من التجاوب مع هذه الأشياء؟ نحن لم نوقف الاحتجاجات، يعني سواء أمام المحكمة أو في الشارع، يعني حاولنا انضمام عديد المرات إلى محاولات الاحتجاج التي يقوم بها النقابيون والطلبة طبعا هنا النقابيين والطلبة في تونس العاصمة أيضا كانوا يقوموا بالمسيرة. كانت محاولات لخروج احتجاجات، وبدأت الأوضاع تتوتر يعني داخل العاصمة، وكنا ننتظر بكل صبر يعني انتقال الاحتجاج إلى تونس العاصمة. يوم 9 حدثت احتجاجات واسعة في تونس العاصمة، حتى صدر قرار بإغلاق المدارس والجامعات، وأنتم أيضا المحامين تحركتم تحرك كبير. ما طبيعة التحرك اللي وقع يوم 9 يناير؟ يعني كان في إضراب، وكانت في مواجهة مع قوات الشرطة، تم الاعتداء على المحامين بالضرب، تقطيع الروب، تم اعتقال يعني بعض المحامين لساعات، وتم اطلاق سراحهم يعني في سيارة الشرطة، ثم اغلقت يعني قررنا الاضراب مرة ثانية، قررنا الاجتماع يعني من يوم الغدوة يوم 10، ويوم 10 يعني قررنا الاضراب مرة اخرى. ايه اللي حصل في اجتماع يوم 10؟ الان وتيرة الهتافات، وتيرة المطالب كانت لازالت كما هي، أم أنها كانت تتصاعد مع مرور الوقت؟ لا، ما زلت في نفس الوتيرة، لأنه فعليا ما تمش تعبئة كبرى لدى المحامين. يعني نفس المجموعة هي التي تتحرك، 200-300 محامي هم اللي يتحركوا، هم اللي يحاولوا، واللي هم مسيسين أصلا، واللي لعبوا دور في تحويل القضية قضية اجتماعية إلى قضية سياسية. لكن كنتوا تسببوا إزعاج كبير للنظام، لا سيما وأنكم في قلب تونس اللي هي على مرأى من السياسيين والدبلوماسيين، لأن هنا بدأت الخارجية الفرنسية استدعت السفير التونسي، الخارجية الأمريكية بدأت تصريحات من برا، فبدأ في إزعاج كبير للنظام. طبعا الصوت سمع برا زي ما بيقول، في تصعيد، وكانت يعني المهنة عصية على يعني لو ضربها النظام حيكون مكلف، ولو تركها النظام مكلفة أيضا بنفس المرتبة يعني. وهذوما يجرؤوا في الناس بشكل متواصل، ويؤكدون للرأي العام أنه ما عادش في خوف، خلاص ما عادش في خوف، يعني نواجه ولا نعتقل. الآن الطلاب في جامعة المنار خرجوا، مراسل رويترز قال إن الشرطة طوقت المسيرة، كان هناك تجمعات تخرج لا سيما في ما يسمى في الأحواز أو المناطق الأحياء المحيطة بتونس، خاصة في المركبات الجامعية يعني، وفي الجامعات الكبرى، في الكليات الكبرى. أما إلى حد يوم 11 يعني ما كانش في مواجهات، مواجهات مش تنطلق 10 في الليل يوم 11 في الليل، مش تكون مواجهات في الأحياء الشعبية يعني. في هنا برضو يوم 10 اجتمع الطلاب أمام النقابة الوطنية للصحفيين في ساحة البساج. بن علي ألقى خطابه الثاني يوم 10، كيف تلقيتم الخطاب؟ يعني المتسيسين كانوا يدركوا أنه بن علي أصبح في موقف ضعف، يعني في موقف دفاع. إيه اللي حطوا في الموقف ده؟ يعني تصاعد الأحداث، بداية العزلة على صعيد الدولي، يعني لأنه المواجهات ما كانش في مواجهات مثلا مع أطراف مسلحة ولا مع جهات متسيسة بعينها، كانت مواجهات مع الشعب مع الناس، وكانت مواجهات غير متكافئة بطبيعة الحال، يعني
قوة أمنية تستعمل كل الوسائل وكل الأسلحة للقمع، وأناس عزل يعني لا يملكون أي شيء، في يتظاهروا بشكل مدني بشكل سلمي للاحتجاج ولمطالبة النظام بحقوقهم. يعني بن علي وصف الاحتجاجات بأنها أعمال إرهابية تمارسها عصابات ملثمة. هذا هو نفس السيناريو اللي يتكرر في بقية الثورات، يعني بنفس الخطاب تقريبا، الحكام العرب بنفس المدرسة يعني، وبعد مش يقولوا الجزيرة طبعا، مش يقولوا قنوات مناوئة يعني. وطبعا هجم الجزيرة بشكل غير مباشر، بس في ناس أعضاء في البرلمان أو في حزبه هجموا الجزيرة بشكل مباشر. هو فعليا كان في تحضير لمخطط لتشويه التحرك الاجتماعي، وهذا تقوم به المخابرات يعني. كيف؟ كان في يعني وجدت عرضت على القنوات، على القناة الرسمية بعض المشاهد التي تبين أنه في اقتحام لبنوك وسرقة وحرق وهروب. لأنه يعني الآن أصبحت قضية لصوص وسرقة وتشويه الحراك السياسي والمطالب الاجتماعية. حاولوا، كان في مخطط يعني مخابراتي لتشويه الاختراق يعني التحركات والاحتجاجات ومحاولة تشويهها لتجريمها وإظهارها أمام الرأي العام أنه في مخربين والنظام يقمع حالات تخريب وحالات هيجان وليس احتجاج سياسي واجتماعي. يعني أنتوا تحرككم يوم 9 و10 كان شكله مختلف عن الأيام السابقة؟ لا، نفس التحرك تقريبا، وكنا نتعرض لحصار مضاعف يعني من طرف قوات الأمن. لكن أنتوا الآن عاملين نوع من الإجهاد والإجهاض لقوات الأمن، لأن قوات الأمن تستنفر ليوم ليومين، لكن أن تظل مستنفرة لأسبوعين بشكل يوم، يعني هذا أجهدها بشكل كبير. هذا يساهم في إجهادها، هو اللي استنزف قوات الأمن، هي المواجهات في القصرين وفي سيدي بوزيد. الارتفاع الوتيرة من يوم 8 ليوم 12 في القصرين سيدي بوزيد وتالة والرجاب خلى الوضع يختلف هنا. يعني هنا يوم 11 لاحظت من مصادر الأخبار المختلفة أن الوضع بدأ يتغير في العاصمة تونس. يوم 11 انتفضت الأحياء حي التضامن وبعض الأحياء الأخرى، حي الكرب الغربي، يعني أصبح الوضع مختلف الآن. يوم 11 كيف تغير الوضع يوم 11 يعني؟ يوم 11 تأكد لدينا أنه الانتفاضة لن تنتهي إلا بحسم معين. إيه اللي خلاكم تتأكدوا من هذا؟ إيه اللي ادالكم هذا الشعور؟ خرق العاصمة وكسر الحدود التي وضعها بن علي والخطوط الحمراء على العاصمة يعتبر يعني سابقة في عهد نظام بن علي من 84 من 1984 3 جانفي كانت في عهد بورقيبة طبعا. لم يسمح بقيام مظاهرة شعبية، يعني من 84 اللي هي مظاهرة الخبز الأخيرة حتى يناير 2011 لم يسمح بمظاهرات داخل العاصمة مطلقا، ما عدا الأحداث المتعلقة بالخارج يعني أحداث العراق أو فلسطين أو غيره، أما يمنع مطلقا بشكل مطلق ويحرم يعني الوصول إلى قلب العاصمة. هذه مسألة حياة أو موت يعني. ويوم 11 يوم 12 كان في مواجهات في قلب العاصمة، وكان في إطلاق نار صح في الأنهج المتفرع على العاصمة لمنع سمع إطلاق نار، وكانت أنا كنت شاهد على إطلاق نار يعني في نهج مرسيليا، في أي منطقة؟ نهج مرسيليا في شارع باريز، في نتكلم على شارع الحبيب بورقيبة نفسه. يعني إطلاق النار من شارع حبيب بورقيبة لمنع الناس، لأنه هذه الأنهج المتفرعة على شارع حبيب بورقيبة، هذه شارع باريز وشارع مرسيليا، كان في إطلاق نار، كان في حرائق، كان في مواجهات، كان في غازات مسيلة للدموع. كانت المواجهات يعني بدأت تشتد في قلب العاصمة. أنا هنا يوم 12 تونس كلها اشتعلت، القصرين، صفاقس، قابس خرجت أكبر مسيرة أو أكبر مظاهرة في صفاقس يوم 12. المسيرة دي يقال أنها لعبت دورا حاسما في حسم الثورة وفي حسم المعركة مع زين العابدين بن علي. طبعا هذه أعتقد أنه هذه المسيرة، مسيرة صفاقس، هي المسيرة التي قسمت ظهر النظام، لأنه كان في تعبئة يعني ممكن 200,000 أو أكثر، كانت ربما أكبر مسيرة في تاريخ تونس، مسيرة بصفاقس، وكان إقبال شعبي متعدد ومتنوع ومن كل الفئات الشعبية.
ايه تاثير صفاقس رغم انها بعيده كثيرا عن العاصمه يعني اكثر من 200 كيلو؟ المسيره في صفاقس هي اللي يعني كان في قبل مسيره صفاقس كان في قرار من نقبه الجهويه الاتحاد العام لتوصيل الشغل بالدخول في اضرابات عامه جهويه. يعني هذه المسيرات ترافقت مع اضرابات. وكان تونس الكبرى اضرابها يوم 14. انتوا اعلنتوا يوم 12 ان يوم 14 سيكون اضراب في تونس. هذا محامين اعلن. اعلنا نحن انه باش ندخل في اضراب عام يوم 14. نعم. اضراب عام وطني. الا انه النقبات في الاتحاد العام التونسي للشغل في نقبات جهويه، اتحادات جهويه في مستوى الولايات. نعم. الهيئه الاداريه الوطنيه للاتحاد العام التونسي للشغل اللي هي الهيئه القياديه العليا اتخذت قرار بالدخول في اضرابات عامه جهويه مسنده للحراك الشعبي. هنا عمليه عصيان مدني الدوله ستدخل فيها. لانه كان في داخل اتحاد الشغل كان في ما بين قرار اعلان الاضراب العام اللي هو عشيه الثوره يعني يكون قاسم يعني نهائي. ف كشكل من اشكال التنازل لعدم اغضاب النظام طبعا اتخذ قرار اضرابات عامه جهويه. يوم 12 جانفي 2011 كان اضراب عام صفاقس. صفاقس هي العاصمه النقبيه لتونس وهي العاصمه العماليه باعتبار ان فيها المصانع، هي عاصمه اقتصاديه، عاصمه ماليه. نعم. يعني كانت وهي ثاني اكبر مدينه بعد تونس العاصمه. الرساله كانت قويه. كانت قويه جدا. في هذا اليوم محمد الغنوشي اعلن اقاله وزير الداخليه رفيق بالحاج قاسم. هل ده كان كافي ايضا ان يمتص غضب الناس؟ لا خلاص، يعني اللي يتنازل بن علي عمره ما تنازل. عمره ما تنازل. قرايتكم كانت ايه انتوا لما بدات التنازلات؟ لان احنا تاكد لدينا يعني بحس بحدث سياسي انه النظام سينهار. يعني بن علي عمره ما تنازل، يعني في دراسه لشخصيه بن علي احنا نعرف انه بن علي عمره ما تنازل. بن علي ما يعطيهولك باليمين ياخذ بالشمال، ودائما ياخذ اكثر مما يعطي في كافه المواقع وفي كافه القطاعات، في الاعلام، في النقابات، في المجتمع المدني، في السياسه، مع الاحزاب، مع في الاقتصاد، في الثقافه، في اي كل القطاعات كانت وكل الاماكن كانت مغطاه يعني بالسلطه بتاع بن علي. هل حلفاء تخلوا عنه؟ بلغته الرساله؟ لا، حلفاء الخارجيين. الخارجيين طبعا. لا، فرنسا لم تتخلى عنه. فرنسا وزارة الخارجية الفرنسية طارت في الموضوع. لأنه فرنسا لآخر لحظة كانت مساندة بن علي. ويقال إن علاقته بالسي آي إيه كانت قوية أيضا. أنا لا أعتقد أنه في علاقة يعني بالسي آي إيه شخصيا يعني أنه عامل، أما كانت في علاقة ما بين المخابرات التونسية والسي آي إيه، يعني كان في عمل بالمناولة. النظام التونسي كان يعمل بالمناوله مع المخابرات الامريكيه. بالمناوله بالقطعه يعني؟ على حسب الملف وحسب كان يعني في اطار الحرب على الارهاب والايديولوجيا التفايق. ظهر بن علي في خطابه الثالث والاخير يوم 13 يناير وقال انه لن يتراشح لانتخابات 2011 ولا رئاسه مدى الحياه. وفهمتكم فهمتكم. انتهى الامر وقت كان علامه من علامات الانهيار. يعني كان الرجل منهار و يعني اثر في القليل من الناس. والخطاب كان حذر له ايضا مخابرتين. كيف؟ معلوماتك ايه؟ تم تحشيد منتسبي الحزب الحاكم السابق في مقرات الحزب وتحضيرهم للخطاب مباشرة بعد انتهاء الخطاب. يخرجوا في مسيرات تانية. خرجوا في مسيرات وكانوا مسيرات شعبية يعني، والشعب فرحة بانتهاء الأمر والرئيس سيتخذ يعني قرارات حاسمة لإنهاء الاحتقان ولإنهاء التظاهر ولإنصاف الناس وإلى آخره. لإظهار هذا كله لإنتاج مشهد على قياس التفكير بن علي في التعامل وفي معالجة الأوضاع. لأنه بالنسبة لي بن علي لم يترك له الوقت للتنفس ليأخذ جرعة هواء ولكي يفكر في خلق تكتيك آخر غير التكتيك الأمني لاحتواء الأزمة. هو كل ما كان يقدمه لم يكن كافيا في للناس. كل هو وين يتراجع خطوة والسقف كان يرتفع كل يوم ويتراجع خطوة والناس تقدم.
الآن يعني يوم 4 يوم 12 يناير حينما دخل الاتحاد التونسي العام للشغل في الموضوع، دخلت نقابة المحامين، أعلن أن يوم 14 سيكون إضراب. خطاب يوم 13 كان محاولة لاستباق تبعات يوم 14 يناير، كان محاولة لسحب البساط، لكن لم تنطلي. يوم يعني 14 ماذا حدث صباحا؟ كانت ترتيبات وانتوا ايه المحامين؟ يوم 13 في الليل كنت موجود في الشارع يعني، وكنت أراقب يعني المظاهرات، وخرجت الناس تشوف المتظاهرين الموالين للنظام، اللي يعني اللي فرحانين بالخطاب، خطاب فهمتكم تابعين عليه. نعم. أوكي. تأكد لدي أنه المسألة مجرد تركيب مسرحي يعني وتحضير، وأنه ما لم يبقى لهذا النظام في الشارع أي عمق وأي نفوذ وأي سلطة، ويوم غد سيكون يوم حسم. أنا كنت متأكد يعني ليلة 14 أنه يوم 14 سيكون يوم حاسم. وتنقلنا يوم 14 أمام المحكمة على الساعة 8 صباحا. الأعداد كانت أكبر ولا نفس الأعداد؟ لا، كانت أكبر. الآن حشد المحامين تغير؟ تغير. بالأرواب اجتمعتوا؟ طبعا. الشعب احتشد حولكم؟ يعني حينما خرجنا تقريبا كنا 800 و900 محامي من أمام قصر العدالة. توجهنا الى شرحب بوركيبه، ولكي نتوجه شرحب نمر بالحواري يعني بالباب السويقه والحلفاويين ونهج منجي سليم، بعض الانهج والحواري الموجوده في العاصمه في دواخل المدينه العتيقه والاخيره وحول العاصمه. حينما وصلنا الى شرحب بوركيبه كنا تقريبا من 8 إلى 10 ألف شخص. كانت مسيره حاشده جدا، ودي كانت تعتبر من اكبر المسيرات اللي خرجت في تونس طوال فتره حكم بن علي تقريبا. كان في ناس اخرين محتشدين في شارع الحبيب؟ كان في ناس محتشدين، والناس بدات تتوافد من الانهار في شكل مسيرات صغرى تاتي من الاحياء واشخاص وفرد وافراد وناس تنزل بسيارتها. توقعت ان الحشد يكون بهذا الحجم؟ لا. ما الذي مثله بالنسبه اليك؟ انا اولا وقت لي يعني حينما وصلت شارع الحبيب بورقيبه تم رفعي على الاعناق الى امام باب وزاره الداخليه. كان الهدف كله وزارة الداخلية. أنا لم أكن أتخيل يوم أن ندخل في مظاهرة إلى شرحب بورقيبة. شرحب بورقيبة هذا يعني عبارة على منطقة أمن ضخم مزروعة بكل أنواع الأمن بالزي وبغير الزي، وطبعا فيه كاميرات المراقبة وفيه وزارة الداخلية وفيه منطقة سيادة، وكان محرما، هذا في عقيدة بن علي الأمنية، كان محرما على التظاهر، تتظاهر أينما تريد. وكان حينما يفرض يصير ضغط على بن علي لكي يتظاهر الناس يعطيهم شارع محمد الخامس، يسمح لهم بالتظاهر في شارع محمد الخامس، تظاهرات خارجية دعم فلسطين دعم كذا. كان في عقيدة بن علي الأمنية يحرم الوصول إلى شارع حبيب بورقيبة يعني، ويصير حتى القتل. حينما وضعت قدمي في شارع حبيب بورقيبة تأكد لدي أن بن علي ذهب لا محالة، لأنه هذه آخر القلاع. وثم وجدت نفسي يعني تقريبا في 10 دقائق وجدت نفسي أمام الباب، يعني تقريبا في أمام الباب الكبير لوزارة الداخلية. كيف كانت حشود الأمن في الشارع، خاصة وأن الجيش يوم 12 تقريبا نزل ببعض العربات لحراسة السفارة الفرنسية والكاتدرائية الرئيسية اللي هي في بداية شارع الحبيب بورقيبة من جهة المدينة القديمة؟ نحن سبقت بالحديث يوم 12 في الليل سمعنا على تحرك الجيش، يعني أنه قطعات من الجيش قاعدة تتحرك في الليل ليلة. كان في صديقتي الأستاذة ليلى بن دبة وفي الأستاذة مفيدة بالغيث، تهتفنا بقينا نتابع الوضع كل مرة على الفيسبوك طبعا بشكل غير مباشر، ولم ننم ليلتها ونتابع. كل مرة يأتي خبر بأن الجيش يعني انتصب أمام مجلس النواب، الجيش انتصب أمام الإذاعة، الجيش انتصب أمام التلفزيون، الأماكن الحساسة والحكومية الرئيسية في الدولة. ودي أصلا كان الشرطة هي اللي بتحميها. هي كانت الشرطة بتحميها، ما كانش في الجيش. الساعة 4 صباحا جاءت الزميلتان بالسيارة وانتقلنا إلى المواقع هذه نراقب لكي نتأكد، لأنه كان في ما كانش في حظر تجول كده؟ ما كانش فرض حظر تجول؟ لا، ما كانش في حظر تجول، أما كان في بعض إشاعات على تحضير الانقلاب عسكري. لأن هنا في معلومات نشرت البي بي سي حتى نشرتها،
أن رئيس أركان سلاح البر الجنرال رشيد عمار رفض إعطاء أوامر الجنوب بإطلاق النار على المتظاهرين، وأن بن علي أقاله واستبدله بقائد الاستخبارات العسكرية أحمد شوبير. وصلتكم المعلومات دي؟ وصلت المعلومات، وصلت. يعني كان في إشاعات على وجود انقلاب عسكري، وهذا كله ما كانش موجود حقيقة. ما كانش موجود. ما كانش موجود. كان رشيد بن عمار مكانه كل شيء مستتب. كل شيء مستتب. أما مستوى ترفيع في الإشاعة، لأنه شكل من أشكال الحرب. المعلومة هي أداة من أدوات الحرب لزعزعة النظام ولإرباكه. انتقلنا وذهبنا وصلنا حتى إلى قصر قرطاج يعني بالسيارة الساعة 4 صباحا نهار يعني فجر 13، وصلنا حتى القصر. ومسألة غريبة جدا، لأنه أول مرة يقع توزيع من قطعات من الجيش بالآليات على الأماكن الحساسة في البلد، مش أمام السفارات فقط، بل أمام التلفزة التونسية، أمام الإذاعة، أمام الوزارة الأولى، أمام القصر، أمام وزارة الداخلية في شارع أبو رقيبة. يعني في الأماكن هذه أول مرة يعني حرك الجيش بهذه الطريقة، في نقاط يعني ثابتة، مش في نقاط متحركة، مش في دوريات متحركة. يدلكوا إحساس بإيه؟ بأنه الأمر غير عادي، بأنه فعلا يعني ما عادش في سيطرة على الشارع. بس انتوا هنا الجيش من ايام الستينات وابو رقيبة يهمش الجيش، وبن علي كان يخشى من الجيش، وكانت كل الميزانيه وكل الدعم للشرطه وليس للجيش. خروج الجيش هنا معناه ايه؟ هو نحن في ادراك في علمنا وفي معرفتنا لخروج الجيش، يعني انه المساله وصلت الى حد الطوارئ وفرط حد الطوارئ، يعني درجه من درجات الامن التي يشرف فيها الجيش على الامن. كل بقى تطورات احداث يوم 14، الآن وجدت نفسك أمام باب وزارة الداخلية مرفوعا على الأعناق. موجود. كنت بتهتف تقول إيه؟ لو مرة كنت نخطب، يعني كنت في مهرجان خطاب يعني لتحريض الناس. قلت لهم كنت متحرض على إيه؟ كنت متحرض على إسقاط النظام، يعني إسقاط النظام، انتهاء النظام بالنسبة لي أمام وزارة الداخلية. يعني فاكر يعني أنت قلت إيه؟ قلع. والله لا أفتكر، لأني دخلت في حالة أخرى يعني. مثلا كنت نخاطب في أصدقائي يعني بالهاتف بالتليفون في كافة أنحاء البلاد، وبلغهم أنا أمام وزارة الداخلية والناس بعشرات الألاف، بعشرات الألاف، يعني مشهد لم أره في حياتي ولم أره حتى في أفلام. حينما كان الناس يرفعون أيديهم ويقولوا ديجاج بن علي، أو حينما خاصة حينما رفع شعار ديجاج بن علي برا بن علي، خاصة حينما رفع شعار يعني أبكاني أنا شخصيا ورفعته النسوة كان في الشارع، سراقين بلادنا قتلين ولادنا، كان مؤثرا جدا. قل لي إيه الهتافات اللي يعني تردد صداها في هذا اليوم؟ تعد شعار الشعب يريد إسقاط النظام، كان شعار ضد الحلاقة طبعا، ضد زوجة بن علي، ضد الطرابلسية، ضد يعني شعارات تستهدف رأس النظام، كل الشعارات التي رفعت كانت تستهدف. وقع صدام بينك وبين الشرطة؟ على الساعة الثانية تقريبا. ماذا حدث؟ بعد الزوال كان في جنازة لأحد الشهداء الذين سقطوا يوم 13. شهيد سقط طبعا في شهداء حوالي 14 شهيد أو أكثر سقطوا في أحياء تونس يوم 13. سقطوا حتى في قلب تونس. يوم 13 تم شهداء قتلوا في تونس في العاصمة في قلب المدينة يعني. وكان موكب لدفن الشهيد، هذا مش هزول المقبرة، مقبرة الجلاز الموجودة في أحد أحواز العاصمة. إلا أنه بتدخل من زميل الأستاذ بسام الطريفي محامي، قام طلب من حاملي النعش أن يمروا أمام الوزارة. طبعا رفع شعار التهليل والتكبير للشهيد أمام وزارة الداخلية. لحظتها يعني ارتعب الأمن، لأنه الأمن كان موجود أما لم يتدخل. البوليس كان محيط بوزارة الداخلية، كان في جدار من عناصر الأمن، من وحدة التدخل وعناصر أمنية بالزي المدني ما بينه وبين المتظاهرين، يعني بتاع مترين تقريبا ما بين المتظاهرين والجدار. ووصلوا المتظاهرين أنهم صعدوا حتى على الباب بتاع وزارة الداخلية، يعني تسلقوا الباب الأمامي لوزارة الداخلية. حينما مرت الجنازة كانت حالة من الرعب، اشتعلت. حينما مرت جنازة الشهيد وبصوره طبعا وبأصدقائه والشباب اللي كانوا معاه، كانت يعني مستوى الهتافات ومستوى الضغط ومستوى
يخلق حالة من الرعب، لأنه يعني هذه المدينة فارغة فيها شيء. نعم. وعشرات الآلاف يهتفوا نفس الشعار، يعني مسألة مرعبة ورهيبة ومهيبة بشكل غير معتاد. لحظتها تم إطلاق الغاز على المتظاهرين الموجودين أمام وزارة الداخلية، بدأ من وراء وزارة الداخلية إلى 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 شارع بورقيبة. فضلت اشتباكات لأمتى؟ فضلت اشتباكات حتى الساعة 5 تقريبا. أعلن حظر التجول من الساعة 8 حتى 6 صباحا. من الساعة 5 حتى الساعة 6 صباحا. تفرق الناس؟ لم يتفرق الناس، لأنه أنا بحكم كوني مقيم في وسط العاصمة، يعني تقريبا 400 متر على شارع حبيب بورقيبة، المواجهات تحولت من خرجت تم إخلاء شارع حبيب بورقيبة بالغاز، يعني من كثرة رشحت الأخبار أنه انتهى مخزون الغاز. وزارة الداخلية من الغاز انتهى مطلقا، لم يبقى لديهم غاز. أوكي. تحول إلى أطلاق تقريبا من الساعة 4 إلى الساعة 5 مساء لا تسمع إلا أطلاق الرصاص، بس ما إلى الساعة 6 مساء. ما سقطش شهداء؟ لا، سقطوا شهداء في الوقت ده. أي سقط، سقط في الأحواز، تم إطلاق نار وسقطوا ناس. وكان يعني رد الناس فعلا ما كانش في خوف مطلقا، الناس كانت تختبئ في الشوارع الجانبية وتواجه يعني بالحجارة ويقع حرق حاويات القمامة، ويقع حرق بعض واجهات المحلات أو بعض واجهات البنوك. توقعت أن تكون النتيجة في النهاية هي هروب زين العابدين بن علي؟ لم نتوقع ذلك، لأنه نحن خلال الاعتصام، خلال المظاهرة يعني أمام وزارة الداخلية، كنا بدأنا نحضر الاعتصام، شكلنا لجنة تحضير الاعتصام. الاعتصام كان فين؟ شارع بورقيبة. في الشارع نفسه؟ مع مجموعة من الأطباء ومجموعة من النقابيين. بدأنا شكلنا لجنة اعتصام، بدأنا في جمع التبرعات، وبدأنا في إرسال الناس لاستجلاب خيم، وكنا قررنا أن نعتصم إلى أن يذهب بن علي. من يوم 15؟ من يوم 14، من يوم من يومها يعني كان في قرار أن لا نغادر شارع بورقيبة، سنبقى هناك وأمام وزارة الداخلية إلى أن يغادر بن علي. هذا هو القرار اللي اتخذ. لم نكن يتوقع أن يذهب يومها، يعني مسألة كانت. أنت رحت فين بعد الساعة 5؟ يعني روحت على المنزل. كيف تابعت الأمر إلى أن يعني علمت أن بن علي غادر تونس أو هرب؟ أنا أعلمت بأنه بن علي غادر مع الساعة 25 دقيقة تقريبا، يعني تقريبا بعد 5 دقائق من اللي غادر. هو بعض الروايات تقول غادر في الساعة 5:15، وبعضها يقول في 6:45. 25 دقيقة تقريبا. من بلغ؟ يعني عن طريق صديق زميل عنده، شكون يخدم في الأمن الرئاسي. ماذا قال؟ قال أنه بن علي غادر البلاد، خرج. تأكدت من الخبر؟ تأكدت الساعة 7 مساء. 7؟ حينما لكن فضلت من 5:15 لـ7، يعني من تقريبا من الساعة 5 ولا الساعة 5:30، الساعة 5:30 الساعة 6 على البار نيوز في القنوات ما فيها قناة التونسية، انتظروا خبرا هاما. تقريبا شبه لم يعني لم أرد أي فعل، ولم يتأكد لي بشكل نهائي أنه بن علي غادر البلاد، إلا بعد ما رأينا الوزير الأول محمد الغنوش يقول بأنه يستلم السلطة بشكل مؤقت لعجز لدى الرئيس. طب أنت أنت إمتى نزلت شارع الحبيب بورقيبة في الكليب المشهور جدا، وكنت وحدك في الشارع لتقول للناس بن علي هرب يا توانسة، بن علي هرب، بن علي هرب؟ يعني أي ساعة تقريبا؟ ساعة 7:10 قبل ما يخرج الغنوشي وقبل ما يتأكد؟ لا، الغنوشي خرج في الساعة 7. أنا الساعة 7:10 خرجت، يعني بعد 10 دقائق من خطاب الغنوشي اللي أكد فيه استلام السلطة. حتى في خطاب الغنوشي الناس ما كانتش متخيلة أن بن علي لن يعود. أنا كان عندي قناعة أنه بن علي لا يستطيع أن يبقى دقيقة واحدة في تونس وهو ليس رئيس. كل ما فعله بن علي أن يبقى رئيسا مدى الحياة. وكنت شبه متأكد أن بن علي لا يقدر، لا يستطيع نفسيا في تركيبته، لأنه بن علي لا أتصور أن بن علي كان مصدقا نفسه أنه رئيس تونس طيلة هذه المدة. اتوفر عندك معلومات عن قصة هروب؟ بعدين توفر. قل لي باختصار المعلومات اللي عندك.
طبعا هذه المعلومات تحصلنا عليها من بعض المحاضر متعلقة بقضايا متعلقة بمسؤولي كبار في الدولة كما علي السرياطي وغيره من المسؤولين حول القصة الحقيقية لخروج بن علي. المسألة بدأت بإعلامه بأنه في مسيرة فيها أكثر من 5000 شخص متوجهة لقصر قرطاج يوم الجمعة الكلام يوم الجمعة. ويبدو أنه بن علي بيت في قصر الحمامات ماهوش في قصر قرطاج. اوكي. وحينما انتقل بالهليكوبتر يعني وانتقل وشهد بعينه المؤكد انه شهد بعينه المظاهره في شارع حبيب بورقيبه. انتقل من الحمامات جنوب العاصمه الى قرطاج؟ الى قرطاج. يوم الجمعه. هذا يوم الجمعه. وشاف المظاهره؟ شاف المظاهره مؤكد انه شاف المظاهره. لا يمكن هو ما كانش يشوف تلفزيونات؟ المظاهرة خرجت على شاشات التلفزة وكانت شكلها مرعب يعني. لا يصدق بن علي لا يصدق أنه 10,000 في شارع حبيب بورقيبة وأمام وزارة الداخلية بذلك الشكل. لابد أن يشاهد بعينه يعني هذه جنرال هذا في الجيش يعني ماهوش سياسي أكثر منه رجل قمع محترف قمع مادي. يبدو أنه ضغطوا عليه يعني من الناس ممكن مستشاريه او يعني مسؤولي الامنيين المحيطين به وقالوا له انه حياتك وحياه عائلتك في خطر يعني لو تبقى في القصر يعني ما فماش امكانيات للحمايه لانه فعليا حتى في مستوى الاجهزه الامنيه ولدى عناصر الامن وبعض القيادات الامنيه في حاله من الاستسلام يعني في حاله من عدم المقاومه لانه داخليا يعني الناس اصبحت عندها قناعه في الاجهزه الامنيه انها على الأقل القيادات الأمنية الشريفة غير متورطة في الفساد أنها تدافع على عائلة ولا تدافع على دولة. لكن يعني بعض الروايات التي جمعتها أيضا تقول وكأن هناك يعني انقلاب أو ترتيب أمني أو عسكري تم. قصة السرياطي وخروج بن علي وقصة القبض على عائلة بعض أفراد عائلة ليلى قبل أن يخرج بن علي، يعني القصة فيها تركيبة كده فيها شيء من الغموض. لا ليس هناك أي شخص أي مسؤول في الدولة أي مسؤول مهما كانت رتبته ومهما كانت له من الجرأة أو من الشجاعة ليحلم أو ليتوهم أنه قادر أن يرتب انقلاب على بن علي كانوا يرتعبون منه كانوا يخشونه بشكل كبير جدا حتى وهو ينهار ويتهدم أمامهم هم كانوا مرتبطين به هم ينهارون معه كانوا ما كانش فيه كانوا كلهم ظل لبن علي ما كانش في حتى مسؤول سياسي يقول كلمة لا لبن علي حتى مسؤول سياسي مهما كانت رتبته ولا مسؤول أمني ولا مسؤول عسكري دقيل إن هو اتصل على محمد الغنوشي بعد ما الغنوشي طلع ببيانه والغنوشي ارتعب أمامه وقال له تستطيع أن ترجع في أي وقت صحيح هذه الرواية؟ يخشونه بن علي كان يختار الناس المسؤولين من النوع الذي لا يقاوم وممن ليست لهم شخصية هل هناك ضابط يقال أنه ضابط لديه جرأة في الحرس الجمهوري ربما كان رقم 3 لا أذكر اسمه هو الذي استدعى محمد الغنوشي واستدعى فؤاد المبزع واستدعى الآخرين وقال لهم هناك فراغ في الدولة الآن ويجب أن يملأ هذا الفراغ هذا عقيد في الأمن الرئاسي نعم وهو الذي استدعى المسؤولين وأبلغ أيضا الجنرال عمار بالمسألة وقال له سأستدعي قال له استدعي وتبصد. أما بالنسبة لاعتقال يعني هو ده تحرك أيضا بشكل فردي في المسألة بشكل فردي تحرك بشكل فردي بن علي لم تبقى له خطط لإدارة المسألة بشكل سريع فقد كل حس لرد فعل سليم في مكانه يعني. هو لما خرج كان يعتقد أن خروج مؤقت قيل أيضا أن السرياطي قال وصل عائلتك إلى جدة وارجع مرة أخرى كانت الرواية هذه وجدتها في المحاضر الرسمية موجودة في المحاضر ويبدو أنه هذه مش موجودة في المحاضر أنه هو كان عنده محضر قرار لإيقاف واعتقال جزء من عائلة ليلى بن علي نفسه ليضحي بهم وقايا نفسه ويقدمهم قربان للشعب ولا هو ده سر المجموعة اللي قبض عليها مثلا بدري منحهم بالسفر منعوا من السفر ومن كانوا غير ممنوعين بالسفر لم يقبض عليه مثلا ابنته أحد بناته من زوجته الأولى لم تمس بقيدهم دقيل إن هي وصلت متأخرة وليلى رفضت أن تركبها الطائرة معها فبقي السرياطي معها حتى يرتب لها طائرة تنقلها إلى جربة ومنها إلى مكان ولكنها لم تعتقل هي وزوجها
كل من اعتقلوا كانوا من عائلة ليلى الطرابلسي، من عائلة ليلى. لم يعتقل أي شخص إلى اليوم من عائلة بن علي. عايزك تعود بذهنك ليوم 14 الساعة 7:10 حينما قررت أن تنزل إلى الشارع وهو فارغ، وتقول للتوانسة بن علي هرب. تلك ذلك البرومو أو الكليب أو الدعاية التي ظلت تتردد على الجزيرة والفضائيات الأخرى، وأيضا هي أخذت أظن بالدرجة الأولى على الفيسبوك. على الفيسبوك. الشعب التونسي ما يموتش، الشعب التونسي العظيم، تحيا تونس الحر، المجد الشهداء، الحرية للتواسة، يا تواسة يا مهجرين، يا تواسة يا اللي شدتوا الحبوشات، يا تواسة يا اللي عذبوكم، يا تواسة يا اللي قهروكم، يا تواسة يا اللي غبنوكم، يا تواسة يا اللي سرقوكم، اتنفسوا الحرية، شعب تونس اهدالنا الحرية، يحيى شعب تونس، تحيا تونس العظيمة، تحيا الحرية، المجد للشهداء، يا تواسة ما عادش خوف، المجرم هرب، المجرم هرب، بن علي هرب، بن علي هرب من الشعب التونسي، بن علي هرب، بن علي هرب، بن علي هرب، بن علي هرب، المجرم هرب، السارق هرب، السفاح القاتل هرب، هرب. والله كانت لحظة فارقة يعني، الساعة 7 يعني يمر بذهنك شريط منذ سباك، يعني منذ أن بدأت تتعلم أنه تحلم بالثورة وتحلم بالحرية وتحلم بالديمقراطية وبالعدالة. وكان في يعني كان أنا شخصيا تعرضت يعني معاناة معينة في مسار، والكثير من أصدقائي ومن أحبابي يعني تعرضوا للتعذيب والسجن، والكثير من حرفائي عايشت معهم مآسيهم يعني بمختلف انتماءاتهم السياسية، معاناة في الحقبة الطلابية يعني قاسية جدا، خاصة في مرحلة التسعينات حينما استسلم الأغلبية، استسلموا للنظام ورفعوا أيديهم على النضال، وأصبح يعني كل من تقابله يقول لك بأنه انتهى الأمر وما زلت تحلم بالثورة وبالتغيير وبآخره. يعني يمر شريط أمامك، بكيت يعني حقيقة، بكيت بشكل ربما لم أبكي في حياتي بتلك الطريقة. حسيت أني تخلصت من ثقل كبير جدا. حسيت قبل ما تنزل الشارع، قبل ما ننزل وحدي، كنت في المنزل يعني أنا كنت وحدي، و حسيت بطعم الفرح الحقيقي. أنا لم أفرح في حياتي مثل ما فرحت يوم، كانت كل الفرحة التي عشتها ربما سابقا كانت فرحة زائفة. الفرحة الحقيقية تلك التي أحسست بأن لدينا اعتبار، وبأن أن بشر حقيقة وقادرين على الفعل، قادرين أن نكتب في تاريخ الإنسانية حرف مثل ما كتبت الشعوب والأمم الأخرى. كل هذا يعني حضر في 10 دقائق تقريبا. ثم قررت أن أحتفل بطريقتك الخاصة. قررت أن أحتفل مع حظر التجول، مع إطلاق الرصاص، مع كل شيء. والله هو شوف، أنا بيني وبين نفسي قلت من حضر التجول ذهب، خذها معاه حضر التجول بتاعه، واش ما عادش فما حضر التجول في تونس. بس الناس كانت كأنها غير مصدقة، والناس لازالت خائفة. الناس خائفة يعني. كنت أنا منذ أن نزلت من المنزل وأنا نصيح بنفس تقريبا 40 دقيقة بقيت 40 دقيقة الناس كانت تفتح الشبابيك وتطل وتغلق الشبابيك بسرعة يعني. الناس ما كانش مصدقة. طب قول لي معلش يعني، استحضر، خد نفس عميق كده وغمض عينيك، واستحضر الأداء بتاعك اللي انت خرجت تؤدي بيه هذا المشهد من أول ما طلعت من بيتك. بيتك على بعد، وريت لي انت البيت على بعد 200 متر من الشارع، إلى أن وصلت لشارع الحبيب بورقيبة وأخذت في وسط الشارع تهتف بهذا الهتاف. لا، حالة أخرى. هو أنا حينما أتفرج على كل شخص آخر، كانت حالة أخرى حقيقة يعني. كانوا إيه، انت ارتجلته؟ لا، مرتجل.
كنت بتقول ايه والناس كده تفتح الشبابيك ويقولوا ايه المجنون اللي ماشي في الشارع؟ هو كانت لحظه جنون يعني. كانت لحظه يعني خروج من اي عقال من اي رابط يعني. لو وربما لو كانت الحاله حاله اخرى لتجردت حتى من ملبسي يعني فرحا بتلك اللحظه. هذا انتصار تاريخي عظيم. ثم اني انا كنت اعتقد انه مش تنزل الناس للشارع. قلت انا اقرب واحد للشارع نبدا انا نجي والناس تنزل. تنزل ما نزل حد بعد لك. فضلوا الناس خايفين. اما يعني الساعه الاخيره من المواجهه المسائيه ذيك من الرابعه الخامسة كانت مرعبه جدا يعني. صوت اطلاق النار هو اللي خلى الناس ما تنزلش. ورغم ان طلع يعني الغنوشي وقال تقريبا ان بن علي مشى خلاص بس الناس برضو خافت تنزل. صدق. انا صدقت اللحظه لاني احلم بها وعمري كم من عيشها، ولاني في كل لحظه وانا موجود كنت نعتقد انه بن علي لابد ان يسقط لن يذهب لوحده. اوكي. وعشتها لاني نعتقد انه الانتصار يجب ان يحتفل به ويعاش في لحظته لا يؤجل الانتصار. نحن الشعب التونسي من حرمنا صدرت منا الفرحه بالثوره والاحتفال بالثوره. لم نحتفل بثوره. انتم ما احتفلتوش فعلا بالثوره. احتفلنا بانتصار بسقوط مبارك يعني. احتفلت بسقوط مبارك. ولم نحتفل. كل العالم احتفل بسقوط مبارك. المظاهرات خرجت في الدنيا كلها. لان سقوط مبارك يبدو كان يعني كانما هو سقوط لكل الانظمه الفاسده. تقريبا قلب الانظمه ذاك. انت خرجت تحس الناس حتى يخرجوا ما خرجوا. انا كنت خاطب التوانسه. قلت ايه؟ قلت كلمة يا توانسة اللي قهروكم، يا توانسة اللي عذبوكم، يا توانسة اللي سرقوكم، تنفسوا الحرية، بنى عليها رب، ما عادش فما خوف، ما عادش يخافوا من حد، هزوا روسكم، ارفعوا روسكم، معناها ما عرفش الشعب هو اللي يحكم، تونس ما غير بن علي، كنت نصيحة قلت تونس ما غير بن علي. أنت في حد صورك طبعًا؟ كان في يعني أنا ما كنتش أنت ما كانش في ذهنك إنك هتتصور أو إنه هيطلع؟ لا مطلقًا يعني. أنا واحد صورك بالتليفون يبدو كان. هاي بالتليفون. صورنا بالتليفون كان في يعني موجود يسكن على شارع بورقيبة في الطابق الأول يعني. ألم نصور المجنون اللي نازل؟ هو حسب ما حكى لي لأول مرة أمه رفضت أنه ينزل من الواحد. قالت له هذا واحد من جماعة بن علي اللي عيطوا البارح. لأنه كان في ليلة 13 جماعة بن علي وجماعة الحزب كانوا في الشارع. أوكي. بعد عرفني وتعرف علي هبط نزل من العمارة وبقى يصور فيا. بون يعني قبلني ويبكي. كانت فرحة كبرى يعني. أنت لوحدك نزلت واحتفلت وكأن تونس كلها احتفلت في شخصك أنت بهذا الأداء. يعني المشهد كان في مصر مختلف طبعا لما سقط مبارك، بل في العالم العربي كله. انتوا يوم سقط مبارك 11 فبراير انتوا نزلتوا بقى تحتفلوا بسقوط بن علي. تصعيد، عمليه تصعيد تنفيس يعني على الحرمان اللي عاشوا التوانسه من عدم الاحتفال بسقوط بن علي. يعني هذا حدث جلل يعني. الطريقه المذله اللي هرب بها بن علي وغيرها، هل كانت كافيه لتشفي غليل يعني 23 سنه من الفساد والاستبداد لدى التوانسه؟ لا غير كيف. لأنه بن علي أولا هرب هروب السراق. كل سارق يهرب في المواجهة مهما كانت قوته مهما كانت سلطته وسطوته. كل السراق يهربون في نهاية الفيلم. ثم بن علي ارتكب من الجرائم في حق عائلات تونسية بالآلاف تعد يعني. شرد ناس ودخل ناس للسجن وفك أرزاق ناس وما لم يترك معناها جريمة إلا وعملها وعذب ناس يعني المعاناة التي عاشها شعب تونس بن علي. أنا كنت أقول دائما بأنه الشعب الوحيد في العالم المثقف أكثر من سلطته. لأنه بن علي كان الشعب التونسي يعاني من مفارقة يعني. أنتوا عندكم واحد سائد ثانوية عامة زي ما بيقولوا في مصر يعني كان بيحكمكم 23 سنة. كان يحكم في دكاترة وفي ناس أصحاب شهادات وأصحاب إجازات وأصحاب وشعب مثقف حقيقة حتى من غير أصحاب الشهادة يعني. شعب منفتح وعنده استعداد للاطلاع في العالم وشعب قادر على التعايش مع الآخرين. وكانت مصيبة نظام بن علي مصيبة للشعب التونسي احتملها 23 سنة ليس جبنا. وهذا أحد الأسباب اللي خلتني نخرج نهار ليلة 14 جاف لأقول بأنه التونسي شعب بطل ليس شعب جبان كما كان يقال عنه.
لا ليس جبنا بل صبرا وجلدا ودرءا للمآسي، درءا لما هو أسوأ. شعبنا احتمل بن علي 23 سنة. عبد النصر الآن يعني كيف تنظر لمستقبل تونس بعد الآن انتخبتوا برلمان، في حكومة جديدة، في رئيس جديد، كيف تنظر لمستقبل تونس؟ أكيد مش يكون أفضل من هو. تونس اليوم أفضل بألاف السنوات الضوئية مما كانت عليه عهد بن علي. اليوم في حركة، شعب حي، الجسد لم يبقى معتل مثل ما كان في عهد بن علي، في تنوع، في مشهد متحرك. يعني حينما تشاهد انتخابات اجتماعات المجلس التأسيسي، حينما تعيش الانتخابات وتشاهد شعب يقف معناها لساعات طويلة للإدلاء بصوت لممارسة حق الانتخاب، شعب لم ينتخب في حياته، لم يمارس انتخابات حرة في حياته، ويدخل الانتخابات بتلك الطريقة وبتلك بمستوى مدني وحضاري عالي، فإنه الأكيد أن المستقبل مش يكون أفضل. المشهد اللي سيبقى راسخا في ذهنك عن الثورة التونسية ولن يزول؟ مشهد أحد الشهداء من مدينة الرجاب، شاب عمره 19 سنة تقريبا، مسجع على بساط وأمه تنتحب. أكثر مشهد استحضرته نهار ليلة 14، كان مسقوما برصاصتين في صدره، مسجع أمام أمه وهو وحيدها طبعا، وكانت تنتحب وتبكي. لن يسامح الشعب التونسي من قتلوا أبناءه، قتلوا شبابه، وسيبقى كل شهيد سيبقى يعني وصيا على هذه الثورة وأمانة في عنق كل تونسي شريف ووطني يحب هذه البلاد. عبد الناصر عوين المحامي، أشكرك شكرا جزيلا. عفوا. كما أشكركم مشاهدينا الكرام على حسن متابعتكم، حتى ألقاكم في حلقة قادمة مع شاهد جديد على الثورة. هذا أحمد منصور، أحييكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.